السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم نقدم لكم الرسم بخر بالأعشاب اللي كيجي جديد بالأعشاب زوين. تابعوا معنا طريقة التحضير. بسم الله، نبدأ بالمقادير. هنا عندنا الرأس غنبخروه، هنا عندنا ثومة، 4 فصوص ثومة، عندنا ورق سيدنا موسى، عندنا السلمية، عندنا اليازير، هنا عندنا الزعتر، عندنا القزبر. ما متوفرش عندي القزبر حبوب، درته مطحون، والكمون حتى هي مطحونة. عندي الملحة، عندي الزيت، زيت الزيتون، عندي واحد 4 ديال البصلة، نص بصلة درت 4 ديالها في الكوكوط، وهذا غنديرو فوق من الراس من الفوق. غنجيبو الكوكوط. الكوكوط اصلا ها هي، انا شعلت عليها، درت فيها الماء، فيها الكسكاس ديالها اللي غنحط عليه الراس، وفي هذاك 4 ديال البصلة اللي قطعت باش ما تكحاش. انا نشعل على حدايا هنا. الراس ديالنا هو هذا. انا ما درتش هذاك الوجه ديالو، ما كيعجبنيش، المهم ما درتوش. ونقطع الراس، وهنايا درت واحد اللحيمه اللي ما كيبغيش الراس ياكل هاد اللحيمه. ما غنديرو غيتطلق من بعد، عاد غنسد عليه حتى جبدته من الكونجيلاتور، باقي ما تلج. دابا غنديرو هداك 4 ديال البصلة، هادوك فصوص ديال الثوم 4، هنا عندي هاهي السلمية، هاديك ورقة سيدنا موسى، واليازير. هادشي عندي في السطح، أنا زارعة في السطح. نديرو القزبر اللي عندنا محكوك، عندنا معلقة كبيرة الزعتر. هكا كيجي مبخر بالعشوب، كيجي زوين. كمون، معلقة كبيرة ديال الكمون، ندير شوية الملحة، نخوي داك زيت الزيتون باش دوك الاعشاب يشدوا في اللحيمات. هنا غادي نسد عليها، واخا ما غنسدش عليها حتى تطلق، دابا باقي ما سخنش الماء باش يتطلق اللحم. نسد عليها ملي تطلق، غنسد عليها طيب داكشي كله، غنوريكم كيفاش كيجي. ودابا ملي غلا هذاك الماء، ممكن دابا نسدوها، حتى دابا صافي اللحم راه تطلق. غنسدوها واحد الساعه ونحلو عليها، نشوفها واش طابت ولا باقا، نزيدوها عاوتاني نسدو عليها حتى نحسو بها طابت ونحلوها، ديك الساعه نقدموها. غنسد عليها ونخليها واحد الساعه، بعد نحل عليها نشوفها واش طاب ولا لا. هو هذا الرسم اللي بخرناه، هو بالاعشاب، كيجي لذيذ طيب. كنرافقوه بالصفه ديال الكسكسو اللي زيناها باللوز، واللوز محمر في الفران، والزبيب، معسل، سكر كلاسي، والراس هو بالاعشاب. نتمنى من الله تجربوه ويعجبكم. بالصحه والعافيه، وما تنسوناش بلي لايك وشكرا.